تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى نشره الرياضه. بين الشوطين يجري المنتخب الوطني المغربي اخر حصصه التدريبيه مساء اليوم تاهبا لمواجهه الغابون لحساب الجوله الخامسه من تصفيات كاس افريقيا للامم، وستخوض العناصر الوطنيه بفرانسفيل اخر حصصها التدريبيه بدايه من الثامنه ليلا على ان تكون اول ربع ساعه مفتوحه امام وسائل الاعلام. قبل ذلك الناخب الوطني وليد الركراكي سيعقد ندوه صحفيه في السابعه مساء للحديث عن المباراه بحضور احد اللاعبين، وينتظر ان يلعب الفريق الوطني المغربي غدا الجمعه على ارضيه ملعب فرانسفيل امام منتخب الغابون انطلاقا من الساعه 8 ليلا. من المنتخب الأول إلى المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، والذي تصر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وموقعها الإلكتروني على تسميته بمنتخب مواليد 2000 فما فوق. ففي إطار تحضيرات هذا المنتخب سيخوض يومي الأحد المقبل ويوم الثلاثاء المقبل مباراتان وديتان أمام منتخب الكوت ديفوار بمدينة أبيدجان الإيفوارية. وكان طارق السكيتوي قد وجه دعوة ل 27 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم قبل التوجه إلى الكوت ديفوار. إلى دوري أبطال إفريقيا للسيدات والتشامبيونز ليج النسوية، حيث ستتواصل المنافسات غدا الجمعة بإجراء آخر لقاءات المجموعة الأولى. لزيغل دولا ميدينا السنغالي في مواجهة تيبي مازيمبي الكونغولي في السادسة مساء بملعب العربي الزولي بالدار البيضاء. وفي نفس التوقيت ممثل الكرة المغربية الجيش الملكي سيواجه جامعة ويسترن الجنوب إفريقي بملعب العبدي بالجديدة. يوم أمس وفي مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، إيدو كوينز النيجيري تعادل مع نادي مسار المصري بصفر لمثله، وماميرودي سان داونز الجنوب إفريقي حامل اللقب فاز على فريق كوميرسيال الإيتوبي بأربعة أهداف لصفر. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين، إليكم أطيب التحيات، إلى اللقاء.